بنتلان رنتي واي سودو وينيسا إن خيرات كدت كان لوسو صاروا لكن وحن رجيننا خيرات هو نقطة مشرعي الدستور هديك على سيدي سالك وتبدأ بدحوينها كم وغنيسة والضمانة وحي كهلين هرمر والضمك لنا وحي كهلين دباتوين يزدل محاي له هدان شرعي النظام كأتكين خلافات أيوك أنا خيرات وسيدي سبب وحا رنتي النصيب دراء إن ما كان هذا الله صار صاري قبل هذا السنة هي صار لو قرأنا يهين ميل لقوم رسيها يجر وحكروا إياه بفج عساء أبورتي إن ما بك قيمتي زي سومالي لأن لقوم قرأي دولة سيجار يوم ده سلف دكلير بالو قرأي أف إنجليز بقرأنت إن نقطتي دولة يدو ما ده حبنا سيجار يدو شو ما ده حبناش إن دولة فدرال هذا الكعكس وبحه رنتي وأرن وباهن إن دبلو إيوه أنت مكان وحن هو باغا يعني إني جمادان مرك الله جه الله يمصير خلافات كان سياسي جاي أنت بدنا وح كوسلين يعني سوسلين سين يعني دور شوي نوا وح حل يسنا وهذا حل الدعاء لكن مصير ووح بغلال كسنة سو صعدة وما ظهر لقول دقو هربها كوساب سبترول كا يسوع سار الديسة بنتي بنتلان هرمود بكاهي سعد أختهين وحالس سكدي بارتانو جدها برجع كده عي هذا واحد اللي برجع لقى ما فلون كرو أمن حما جرته بضار لقى بارايا لكن وادوك تيجين بارتان كي كده عي دجانة ضرور إيوه جدهان دجانة بنتلان أرنتاس هذا صعطة بنتلان رنتي واي سودو وينيسا إن خيرات كده كان لوسو صاروا لكن وحن رجيننا خيرات هو نقطة مشرعي الدستور هديك على سيدي سالك وتبدأ بدحوينها كم وغنيسة والضمانة وحي كهلين هرمر والضمك لنا وحي كهلين دباتوين يزدل محاي له هدان شرعي النظام كأتكين خلافات أيوك أنا خيرات وسيدي سبب sida ku cad dastuurka Puntland khayraatka dawladda Puntland waxa mas'uul ka ah dawladda Puntland guud ahaan waxa si cad u qeexaya qodobada kontonaad waxaa sidoo kale qeexaya in qodobka kontoniyada saddexaad wada xajoodiyada arrimaha qodobada faraya xukuumadda federaalka iyo dawladaha goboleedka kala tashato wada xajoodka la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga arrimaha la xiriira heshiisada caalamiga sidoo kale sida ku cad qodobka labaad isla qodobkaas ayaa faraya dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ka qayb noqdaan wixii heshiis ama wada xajood ee saameynaya مدحت الدولة الفدرالية وحي هشيسي وقرشودي لقى شيء شركه يا دولة عالمية يا دو حتى غولياش البرلمان كي فدرال كي قرية نحر كي هشيسكا اسكيما دا دولة غوبالية ديادة قضب كونتوني افراد مدحت الدولة الفدرالية وحي جبيسي قضب كونتوني افراد دستور كوميلغار كا فدرال كاس او جدينا يا ان ارمها سياسة يا دقالها دالكا لغاوضو حاجودو qodob kaas oo u dhigan awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaalaha waxa ka wada xajoon doona xukuumadda federaalka iyo dawladaha ka mid noqon doona dawladaha federaalka Soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka socdaalka lacagaha iyo awoodaha sida gaarka ah masuuliyadeeda ay u leeyihiin xukuumadda federaalka ay gaarka u leedahay sida ku cad dastuurka Puntland qodobkiisa 14 farqadiisa 1 2 3 4 iyo 5 khayraadka dabiiciga ee Puntland waxa iska leh dadka Puntland dawladda ayaa mas'uul uga ah ilaalinta iyo ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga waxa sidoo kale to rajaynayna qodobada ku xusan iswaafajinta dastuurka iyadana inay Puntland xilligeeda ay diyaar u tahay labada gole ee halka jooga waxaan ka codsanayaa muddada ay joogaan inay dib u eegaan dastuurka Puntland iyo dastuurka dawladda federaalka ah
إن أي وقت جليان هدوم مسابح إن أي سمايان جدي كسر ضوضة بضبضة لهشيسين كرو دولة فدرال كأي دولة بنتلان بضبضة سيادية أه بضبضة مبادئة يعني حبونين إلا تعتبرنا قيحة رنتي فرصة وين وياه إن أي يمادان لبضة قلة هير فدرالي هير بنتلان محايا لي وحد اللغو إلى عليا وسرع الدستور انت مقن وحنو باقي ايضا إلى يمادان مركز لقاها الله يمصير خلافات كان سياسي انت بدن وحو كسلي سلي سنة دور شوي دور شوي نواح حلي يسان وحد حل الدعاء لكن مصير ووحا بغلالك سنة سوى سعودة أمضاها لقودقو dowladaha maanta taab galay heshiisadoodu qarkood waxay jiraan 3400 sano waxaan u baahanahay dowlad Soomaaliyeed oo mid ah dowlad Soomaaliyeed oo sharci ku dhisan dowlad Soomaaliyeed oo runtii ixtiraamaysa waxyaabaha waxa runtii nasiib darro ah in maabkan hadda la soo saaray gobolada Sanaag iyo Sool lagu qoray inay yihiin meel lagu murasay ayaga waxa kale oo yaab iyo fajciisa abuurtay in maabka qaybtiisa Soomaaliland lagu qoray dowlad sideed si gaar ah u madax salaf dhakleer baa lagu qoray af ingiriis bay qoranta inay noqotay dowlad iyadu madax banaan si gaar ah iyadu isku madax banaysa in dowlad federaal hadalka ka soo baxo runtii waa arin u baahan in dib loo eego dowladda federaalka iyadu ruuxadooda macsuum ma aha haday khaldanto ruuxadeeda waa in hadal khaladkeeda la sheego khaladaad badan oo aan laga fiirsan ayaa wixii ka soo baxayaan ee mas'uuliyiinta kala duwan oo ay dhici karto inay qaarkood war isu haynin abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.